تالي. يلا يا ولد وين تبون؟ هنا أنا الخامس من اليمنى يا أخوي. تحت الرتبرة ترى الأخلاق خربانة أنا. والله التبطي وحنا ما تفاهمنا. أصبر الشغرة تيجي. إيه سلام يا أبو شاكر. علي يا علي يا علي رجاء. بالله أبو مفرح نادى علي. تعشين فطور. بيض الله وجه أبو يا رجال. بيض الله وجهه سوى. ها سمي أبو شاكر. وين وين السفرة؟ يا علي محمد وين السفرة؟ يا علي عشان ما نتكف الأرض ما أحب يشيل هاي. أبو شاكر بسم الله ما عرفتك يا أبوي. إيه الجمال ده؟ دقايق ما السفرة محمد ما لقيته أنا. يا علي ما في تعال تعال أبو جاب علي مسمي يا ولد. هذا ايش تحتها؟ محمد باب ابو جابر تمام. ايش حي الله هذا العيوب ابو جابر. صالح تعال يا وجه يا ولد تعال شارك لك واحده زين. ايش انا ماكلها؟ صالح 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 اكثر كلمه كانت تنرفزني. صالح زين ايش انا ماكلها؟ لقمه واحده دعوك يعقوب. خليه يجلس والخسره. ابو يوسف ارح شاركنا ابو يوسف. طارق تجي. لا لا تجي يا ولد. لا تجي عبد الرحمن. الله يبيض وجهك يا علي. والله انت بعد ضغط الكلام ذي. اي والله يا زين العيش اللي ما ياكلها صالح. بس في الدائره بس جاك جاك جاك. لا والله جاء صالح. ليه؟ ولا انا؟ تعال ابو جابر نتعال فوز. بوجهك. تعال بوجهك. عيشة ما صارت. بيض مسوينها بساعة ونص. بجيك تعال تعال يا عبد الملك. ورا ورا العيال. كل ما ضاع جدا ترجل اكل. انا احب القصيد يوم تخذ القرية كانت القصيد. انا كاسات كاسات ترى. ذكرني يوم ماجد يوم اللي نادر حصل عليك خبرة. مري ما عندي عصير. والله انا والله ما عندي لكن ما ودي ماني ما جيت اخاشركم على عصيركم. جيت تخاشرنا على عيشتنا. ما في عصير لا. انت نصي وانا من دخلت القهوه هذه عرفت انها هذه يسمونها خلاص. لا والله انت اول مره تسمع اسئله. والله ما عمري سمعتها بحياتي بالكويت كلها. ايش تسميه طيب؟ ولا انا سمعتها في السعوديه. ها؟ ولا انا سمعتها في السعوديه بعد. بالله؟ ايوه عصير. وانت منهم اقرب. ذا عصير. هذا عصير. لا 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 وش هو؟ ما تدري مفرع. لا وش 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 ما يبيني اكل معكم. ارحب ابو ملح. احنا مشروب اسمع عصير غازيات. اسميه غازيات. غازيات غازيات شارب غازيات. هذا عصير ولا غازيات؟ لا لازم تقول مفرح حمضيات. مفرح حمضيات. يا ليل ثنائيتي ايش قالت؟ علي اسف لك علي يقول غازيات. مشروب من بعد لا انا ما بيت اسمي تحت السعوديه مشروب نابته. يلا والله العظيم نسمي والله العظيم نسمي غازيات. قلنا بالسكيج اوكي بس مو بكذا. الغازيات تسميها عصير كلها مشروبات عصير. انت تسميها عصير ما جبت ذمتك.
اي والله كله عصير والله 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 يا الغازيات هذا العصير اللي العصير اكثر من الفواكه تسميه بيبسي يا شو تسمون عصير لا طازج حط قلاح عصير عصير طازج يا اخي تقول له علي عشان المشاريب الغازيه صارت عصير كيف منه عصير ما هو ليش تصنف ضمن ايش عصير تصنف ضمن ايش ها؟ ما بعصير تصنف ضمن ايش؟ البان؟ دكتور والله من ضمن الماكولات بيبسي مدري؟ غازية كلام حلو شو نقول له هناك؟ غازية نقول لا نزلت بروح البقالة بقول يا صالح وش تبي عصير؟ انت تقول حمضيات الله عليك ماني بقول وش تبي مش تبي حمضيات؟ انا ابي عصير ابي غازية وش تبي حمضيات؟ لا لا كذا كذا مفرح ها ايش تشرب؟ وش تبي مشروب غازي؟ وش مشروبك؟ عصير وش انت مترجم في بيسي 2 وين؟ ايش غازية؟ حمضيات بيبسي طيب اوكي طيب. عصير يا ابو ملهي ملهي ابو ملهي وش تسمى وش تسمى الحمضيات والبيبسي؟ من ضمن وش؟ واضح من ضمن الغازيات لا عنده مشكلة عنده مشكلة مع ذوقي في الجوال اللي يسمي زمزمية ثلاجة صح ولا لا؟ النديه مطارة 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 النديه هذه مطاية مطارة زمزمية يسميها مطارة انا اسميها ناقة شوف من جماليات البرنامج ترمس ترمس انه يجمع ثقافات مختلفه والثقافات المختلفه مثل بهارات الكبسه مختلفه لكن طلع طعم حلو حلو بس انا اقول الغازيات ما يسمى نسمي غازيات تعال تعال ما يسمى عصير تعال غازيات ما بي وانت جنبي ما بي سدد نفسي معجب دقيقه وقف العيال لقيت مكتوب محتويات الحمضيات وشو يقول لك غازيه سكر عصيره برتقال المركز اسمع مكتوب ان عصير البرتقال مركز ام برتقال والله العظيم مكتوب على العلبه عصير برتقال ما اشرب برتقال خله خله فيوت دقيقه 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 واضح يا ابو شاكر يا دقيقه واضح محتوى خلص قبل يوم 90 يا اخي انت ما من خلص قبل يوم 90 من شنو تتكون؟ تتكون من بيت وشطر بيت وزن صح ولا لا؟ عجز ابي اجي اقول لك عطني وزن عطني وزن عطني وزن لا يا حبيبي عطني لان جزء من القصيده لا تضرب يا اخوي ابو فهد عطني وزن انا اقول لك مثال اصلا مثال هذا فيه رد عيب مثال هذا انت تقدر تقول قصيده تقدر تقول ابيات صح؟ لان ابيات جزء من القصيده يا اخي ابيات فهذا جزء من عصير هو ينقال له عصير البيت البيت لما تقول ابيات ما قلت يا ابو شاكر ابيات هو القصيده ابو شاكر طيب ابو شاكر مو على ابيات تكفى من ترك الجدال وعلى حق اسمع طالبك مطلوب جزء منه عصير روح ما يخلونه يتعشى ولا يا اخي الابيات عباره عن مجموعه ابيات صحيح. تكون قصيده طيب. هذا جزء من مكونات الامر ما اجي اقول لك والله عطني وزن على رجل والله انا حجر لك وانكم ما تعتذر بامثله ومثالك شاطح ما له دخل الحمدات في القصيده يا اخي رب رب الميزان الغالب فيها سوى المغلوب روح روح خلاص عصير انت لقيت عصير صح يا صالح ها عصير مكتوب عصير خلاص عصير كم النقاش معي يا صالح كم النقاش معي أما عيال طلعوا ياكلون يدقون من النعمة. هذا البرنامج برعاية السيف جاليري. آي ثوب للخيار.